عندما نتحدث عن الإنجاز والتفرد نجده عند كوادر طبية وطنية أرادوا الإبحار إلى عالم التميز لإيجاد خطوات تعجل من عملية العلاج. ثقافة التشخيص المتقدم الذي يسبق العلاج في عالم الطب النووي نجدها في مركز جابر الأحمد للتصوير الجزيئي الذي انتقل إلى مرحلة تصنيع المواد المشعة. احنا نقوم بإنتاج مادة البروستاتا اللي تكشف عن سرطان البروستاتا، بدأنا فيها من شهر ديسمبر، وهي تختلف عن اللي كان يعمل فيها بالسابق. وعندنا إنتاج مادة الأمونيا المشعة لتروية عضلة القلب، أيضا هذه تقريبا احنا من القليلين في المنطقة وفي آسيا اللي نستخدمها. ونتميز أيضا بالخدمات الكلينيكية السريرية اللي هي تصوير الجهاز البوزيتروني الرقمي. يحقن المريض بمادة الأمونيا المشعة المصنعة في المركز في جسم المريض ويخضع من بعدها للتصوير البوزيتروني المتقدم لإعطاء التشخيص الدقيق لأمراض قصور شريان القلب التاجية. يحقن المريض بالمادة المشعة هذه في حالة المجهود والتصوير، ومن ثم مرة ثانية بدون مجهود والتصوير. فالغرض من التصوير هذا كله أن نشوف تروية عضلة القلب، ومن خلال التصوير راح يبين لنا إذا في قصور بالشرايين التاجية، واللي راح ينتج عنه أنه راح يكون في عدم وصول للمادة المشعة بالكمية الطبيعية، ومما يدل أنه والله في احتمال انسداد أو ضيق في أحد الشرايين التاجية. 3000 مريض شخصوا بجهاز التصوير البوزيتروني الرقمي خلال عام من عمر الجهاز الذي يعد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط ويستخدم لتشخيص الأورام السرطانية والأنسجة والقلب. ميزة هذا الجهاز أنه يقدر يستشعر ويصور الإشعاع اللي يطلع من المريض بدقة أكثر، لذلك نقدر نعطي نص الجرعة الإشعاعية، وكذلك نقدر نصور المريض بفترة أقل من النص، لأن الأجهزة القديمة كان المريض يأخذ تقريبا نص ساعة علشان يخلص الفحص، بهذا الجهاز الجديد 10 دقائق كافية أن تخلص كل المريض، فهذا يريح المريض أكثر. طبعا جرعة إشعاعية أقل بنص الكمية بالأجهزة القديمة. المركز يعد أول مركز طبي على مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج مادة الأمونيا المشعة عبر المعجل الدوراني ويساعد في توجيه الطبيب المعالج لإجراء قسطرة أو اللجوء إلى الأدوية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.